ايوه احنا فاهمين كل حاجه يا استاذ. والله ما انتوا فاهمين حاجه، ركزوا في الخطه. احنا مركزين اهو. تعالى يا استاذ جميل. معالي انجي هانم جايه بنفسها لحد مكتبي. في ايه حضرتك؟ هو انا اول مره اجي هنا؟ وبعدين الفراش قال لي ان حضرتك عايزني. ايوه معليكي، ومع ذلك انا اللي كان المفروض اجي لحد حضرتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي حضرتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم. اهو جميل جميل يا سامح. خلاص يا سامح، اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا فندم. واخيرا واخيرا لقيت صاحبتي، معالي صاحبتي الانتيم اللي كانت بتكتب عن الشعب المفروس من الحكومه. اخيرا هلاقيها بتكتب عن الحكومه المفروسه من الشعب. في ايه يا كمال؟ مالك حبيبتي، انت سخنه؟ وبعدين مين معالي دي؟ لا معالي دي مش سيبك منها معاليكي، بس انا ليا طلب معاليكي. بعد ما تخرجي من هنا معاليكي تسيبي لي مكتب حضرتك معاليكي، يبقى ليا لوحدي. ايه كمل معاليكي اللي قلتهم في جمله واحده دي. ويا ريت معاليكي توصي الاستاذ جميل يمسكني رئيس التحرير. وانا امسك ايه يا خبي؟ امسك البوفيه، امسك الباركينج، امسك اي حاجه، وانا مال انا. امسك اعصابك حضرتك، امسك اعصابك. استاذ جميل، هو حضرتك هتمشيني من الجورنال؟ للاسف غصب عني معاليكي. ليه حضرتك؟ هو انا عملت ايه؟ لا معاليكي مش انت اللي عملتي، الحكومه معاليكي هي اللي عملت. والقرار جه من الحكومه؟ انا كنت عارفه ان هو المقال الزفت اللي كتبته عن الدروس الخصوصيه. هو فعلا بسببه معاليكي. لا بس ده حرام بقى، يعني انا اكتب اناقش مشكله الدروس الخصوصيه وما ترفض بسببه؟ تترفض ايه؟ معاليكي اتعينتي مستشاره وزير التعليم. لا لا يعني انا لا يعني انا هبقى مستشاره وزير التعليم واذلكوا كده؟ لا لا انا شايفاه ده. هي الامتحانات مش خلصت؟ ايوه يا فندم. ولما هي ايوه يا فندم، انتوا جايين يعني مشرفينا بتحتفلوا بانتهاء الامتحانات؟ لا يا فندم، يعني احنا اداره المدرسه كلفتنا ان احنا نيجي ندي الاولاد معاليكي مواد الترم الجاي. معاليكي ومواد الترم. طيب هي معالي اداره المدرسه عرفت ازاي ان معالية مرشحه مستشار وزير التعليم؟ يا هانم يا هانم، الخبر في مصر ما بيقعدش غير ساعتين بس في السر، بعد كده بينتشر، ما بالك بقى لما حاجه تخص التربيه والتعليم. صح، بس هو الغريب ان حضرتك قاعد بتاخد وتدي معايا في الكلام كده ومش شايفه ستوب ووتش ولا دقيقتين عدوا من الدرس ولا ايه. ما خلاص بقى يا هانم، دي كانت نظم قديمه وخلاص عفى عليها الزمن. يا راجل عفى عليها الزمن؟ ايوه، ده ما عفاش عليها لسه يومين ثلاثه. وبالمناسبه السعيده دي يا فندم، نحب نديكي هديه كده بسيطه تنقنقي فيها وانت قاعده. ايوه حضرتك تخصص نقنقه. ومين بقى اللي جاب الحاجات الظريفه دي؟ اني والله عشان تاكلها طبعا. لا يعني الحمد لله صايم. لا والله ده اسلوب التعليم اتغير خالص. بس لعلمك انا مش هدفع ولا مليم في الحاجات دي. ومين اللي قال لحضرتك بس اللي انت هتدفع ولا مليم ولا حتى فلوس الدروس دي؟ التعليم لا يباع. نعم، والعلم حق كل مواطن. لا بقى، ده التعليم لا يكيل بالبتنجان. لعلمك بقى انا مش فاهمه، انتوا فاكريني ان انا هصدق اللي انتوا بتقولوه ده؟ طب استنوا بس عليا، انا امسك الوزاره وهتشوفوا. معلش سؤال رفيع كده، هي اللي جوه في المطبخ دي المدام بتاعتك صح؟ لا. يبقى اكيد المدام بتاعت حضرتك. لا ثلاثة بالله العظيم. يبقى اكيد مدرسة تدبير منزلي صح؟ لا يا فندم، دي الست النظرة، يعني هي لقت طبقين كده في الحوض فقالت تاخدهم فمين بالليفي. الست النظرة؟ ايوه. قول والله؟ والله. بنفسها؟ بنفسها. بالليفة؟ بالليفي. لا ده احنا كده كلنا بنتليف. صباح الخير. صباح
صباح النور. أبنائي الطلبة والطالبات، المؤتمر ده اتعمل بيكم وليكم علشان نحط خطة جديدة ومستقبلية للتعليم وتطويره أنا بقول تطويره وإحنا بنقول تطبيله. ما هو لازم يا فندم نطبل ولا كل كلمة حضرتك بتقوليها. ما علينا. شوفوا يا أولاد، إحنا هننزل نسبة كثافة الفصول من 60 طالب إلى 20 طالب. طالب؟ طالب. وهنمنع الضرب نهائياً. أياً أياً. والألعاب والرسم والمسرح والموسيقى هتبقى مواد أساسية. سية؟ سية. ومش هيبقى في حاجة اسمها دروس خصوصية. سية؟ سية. اللهم طولك يا روح. والمناهج هتبقى معتمدة على الفهم مش على الحفظ. الحفظ؟ حفظ. والعملي هيبقى هو الأساس في المنهج، والنظري مجرد ثقافة عامة. عامة؟ عامة. أحب أخد رأيكم. إحنا رأينا كلنا زي بعض. عظيم. والكلام ده ياما سمعناه. وعلى رأي اللي قاله أبينا، اشتعمل المشطة في الوش العكر. عكر؟ وجبتك يا عبد المعين تفهمني، لقيتك مش فاهم أكتر مني. وياما في المدارس مظلومين. إيه؟ ليم؟ لا أنا مش فاهمة، هو أنتوا بتطبلوا ورا أي حد؟ أسفي 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 أسفي. بس يعني أنتوا يا أولاد عايزين إيه؟ إحنا عايزين اللي يقول كلمة ينفذها، واللي يوعد يوفي. طيب ما إحنا بنحاول، بس لازم تصبروا شوية. إحنا خلاص ما بقاش عندنا صبر. يعني أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ إحنا نريد تعليم من جديد. إحنا نريد تعليم من جديد. اصبحوا على خير.